تشرفت بلقاء دولة الرئيس اليوم من بعد سفرة كنت بقطر ومن بعد الجلسات اللي عم نقوم فيها بالمجلس النيابي باللجان المشتركة، وطبعا ناقشنا أمور إلى علاقة بالمجلس وبعمل المجلس، وكمان تطرقنا لموضوع الحوار اللي كان يفترض أنه يكون بكرة وموضوع رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس الجمهورية. دايما دولة الرئيس كان حاضر لحتى يلبي دعوة ليقعد طاولة حوار، لأنه كلنا بنعرف آخر شيء بدون حوار ما رح نقدر نتوصل لتفاهم لانتخاب رئيس الجمهورية. ولكن واضح أنه في أفريقا بعد مش مقتنعين بطريقة جلسة الحوار، واعتذروا أو أبدوا نية على عدم حضور طاولة الحوار، أو البعض الآخر كان عم بيحط شروط على كيف بدها تكون طاولة الحوار وبأي شكل. هيدا الموضوع ما بيؤدي لانعقاد طاولة حوار. من هون لقيت أنه هيدي الفكرة لعقد طاولة حوار أقله فيما تبقى من هذا العام ما بعتقد بقى وردي. ولكن بالنتيجة من هلأ برجع بقول ما رح نقدر نطلع من الأزمة اللي نحن فيها إلا ما يرجع يصير في حوار جدي بين كل الأفريقاء. ورئيس مجلس النواب طبعا هو المعنى الأول اليوم بانتخاب رئيس للجمهورية بالمجلس النيابي، كون المجلس هو اللي بينتخب رئيس الجمهورية. إن شاء الله نقدر نكون هذه المواضيع ما نطول فيها، نقدر نتوصل لقناعة أنه بدنا نروح على حوار لانتخاب رئيس الجمهورية، الموضوع ما بيطول. واللي لمسته من دولة الرئيس أنه الوضع ما رح يكون متروك إلى ما لا نهاية، يعني الجهد اللي لازم ينعمل لانتخاب رئيس الجمهورية في وقت محدد مناطي لحتى يصير في تفاهم أو تشاور، ولكن من بعد هيدا الوقت بده يصير في عمل مختلف وجدي أكثر لانتخاب رئيس الجمهورية ابتداء من بداية العام المقبل. هيدا فيما يتعلق بطاولة الحوار. والجلسة بكرة رح بتكون مبدئيا جلسة انتخاب مثل الجلسات السابقة، وكل شيء تناقش بهذا الموضوع صار واضح قدام الرأي العام، والخلاف اللي هو موجود بين الأفريقاء بعده قائم. إن شاء الله نقدر نطلع من هيدي الأزمة بوقت سريع، ويعطيكم العافية.